هذه الهتافات التي تصدح بها حنجرة هذا المشجع العربي والذي يهتف للعرب وللعروبة ليست في دولة عربية حالية، وليست مظاهرة قومية أو احتفالية عربية رسمية، هي مباراة كرة قدم في إيران وتحديدا في إقليم خوزستان، حيث أحلام دولة عربية وأدتها إيران منذ 100 عام، وما زال شعبها يحلم بالاستقلال. قصة عربستان المنسية وأحلام شعب ترفض النسيان. عربستان هي دولة عربية مستقلة وظلت ذات سيادة قرونا طويلة. اختفى اسمها من خرائط السياسة قبل قرابة 100 عام، ولكنها جغرافيا ما زالت شاهدة على أرض رفضت الرضوخ والموت أمام كل محاولات الاحتلال لتمس الهوية والتاريخ. تقع في الجنوب الغربي من إيران الحالية، وتمتد سواحلها على الخليج العربي وشط العرب، وكل ما فيها عربي ما عدا اسمها الذي فرض بقوة الاحتلال الإيراني، حيث باتت تعرف حاليا باسم إقليم خوزستان، وعاصمته مدينة الأحواز أو الأهواز كما تلفظها إيران، التي تعتقد أن حرفا واحدا قادر على طمس هوية المدينة التي ظلت لسنوات تنطق بالعربية، وما زالت بالرغم من محاولات عديدة للقضاء على كل ما هو عربي في هذا الإقليم. تاريخيا، بعد الفتح العربي الإسلامي للعراق وبلاد فارس، تحولت المنطقة المعروفة الآن باسم خوزستان لجزء من أراضي الخلافة الإسلامية، وألحقت بولاية البصرة جنوب العراق. وكباقي أراضي الخلافة، سكنت قبائل عربية المنطقة وأقامت فيها مدنا رئيسية، وازدهرت المنطقة خلال سنوات طويلة بحكم ما فيها من خيرات، وباتت مركزا عربيا نشطا تجاريا واقتصاديا، حتى جاء الغزو المغولي لتقوم دولة عربية في المنطقة عام 1436، عرفت بالدولة المشعشعية، واتخذت من الحويزة التي تحولت للأحواز عاصمة لها. وشاء القدر فيما بعد أن تتوسط هذه الدولة الوليدة دولتان متصارعتان قامتا في الشرق والغرب، هما الدولة الصفوية والدولة العثمانية، لكنها استطاعت أن تنتزع اعترافا من كليهما باستقلاليتها وسيادتها، وباتت تعرف باسم مملكة عربستان، أي مملكة أرض العرب. وفي العام 1724 انتقل الحكم في عربستان لبني كعب، والذين استمروا في حكمها حتى قررت إيران بدعم من البريطانيين احتلالها في العام 1925، ليبدأ كل شيء في عربستان بالتغير، ولتبدأ مقاومة ستمتد لقرابة 100 عام. الاحتلال. عام 1920 جرى اتفاق بين بريطانيا وما كانت تعرف في ذلك الوقت دولة فارس، والتي تحول اسمها عام 1934 لإيران، اتفاق على ضم أراضي عربستان لدولة الفرس، وكان ذلك زمن الدولة البهلوية حليفة الإنجليز في ذلك الوقت. وفي عام 1925 قرر الشاه تنفيذ الاتفاق، ودخلت قواته أراضي الإقليم العربي وفرضت سلطتها بالقوة بعد حملة قمع وقتل واسعة، مستغلا بذلك سقوط الدولة العثمانية التي سبق سقوطها الغزو بعام، ومستغلا استعمار بريطانيا للدول العربية. فلم يجد الشاه وجيشه ممانعة من أي طرف خارجي سوى مقاومة أبناء الأحواز أنفسهم، وكان أول قرارات الاحتلال هي هدم المدارس والمراكز الثقافية في الإقليم تمهيدا لطمس هويتها وثقافتها، وفرض ما سيعرف لاحقا بتفريس الإقليم، أي فرض الثقافة الفارسية فيه. فمنعت إيران
تعليم اللغة العربية والتحدث فيها، ومنعت إصدار الصحف والمنشورات التي كانت تصدر باللغة العربية، كما منعت ارتداء الأزياء العربية، وأجبرت سكان الإقليم على التحدث بالفارسية، وجعلت معاملاتهم باللغة الرسمية باللغة الفارسية، وحتى الأسماء حولتها جميعها لكلمات فارسية، فبدلا من عربستان بات الإقليم يطلق عليه اسم خوزستان، ومدينة المحمرة باتت تعرف باسم خرمشهر، والأحواز باتت الأهواز. كما اقتطع الشاه أجزاء من أراضي الإقليم العربية وألحقها بمحافظات فارسية كإيلام وفارس وأصفهان، لتبدأ رحلة مقاومة للشعب العربي الأحوازي، قابلتها إيران بالرصاص والقمع. مقاومة عربية. يعتقد البعض أن شعب الأحواز لم يناضلوا من أجل قضيتهم، وأنهم قبلوا بالاحتلال الإيراني لأراضيهم، في حين يشهد التاريخ على واحدة من أقوى أنواع المقاومة التي قامت في إقليم عربستان، ومنذ اليوم الأول الذي دخل فيه المستعمر الإيراني، حيث في العام نفسه الذي احتلت فيه الأحواز، العام 1925، خرجت ثورة قادها بقايا الجيش العربي، والذين كانوا يعرفون بالغلمان، وسميت ثورتهم ثورة الغلمان. وفي هذه الثورة هرب جنود إيرانيون باتجاه الكويت، وسيطر الثوار على مدينة المحمرة، لكن المدفعية الإيرانية تمكنت من وأد الثورة بعد أن دمروا المدينة على من فيها. وبعد أشهر خرجت ثورة أخرى قادها الشيخ عبد المحسن الخاقاني، لكن السلاح البريطاني الذي كان مع الجيش الإيراني جعل الغلبة للفرس. وبعد 3 سنوات في العام 1928 خرجت ثورة جديدة شاركت فيها حتى النساء بقيادة محي الدين الزئبق، وتمكنت من إقامة حكومة عربية لمدة 6 أشهر في مدينة الحويزة، لكن الإيرانيين فرضوا حصارا على المدينة قطعوا فيه المؤن والطعام، ما أخمد الثورة، ليأتي العام 1936 وتنطلق في الأحواز ثورة جديدة أعلنتها قبائل بني طرف ثورة على نظام الشاه. فقام الشاه بتسيير جيش كبير، وأمر بجمع 16 من زعماء القبائل العربية ودفنهم أحياء ليكونوا عبرة لغيرهم. وفي عام 1940 تحركت عشائر بني كعب وعشائر كنانة وعشائر الخزرج، وقاموا بثورة ضد الإيرانيين، وانتهت بإعدام الشاه لقادة العشائر. كذلك في العام 1943 اندلعت ثورة قادها الشيخ جاسب ابن الشيخ خزعل، وانتهت بمقتله. وفي العام 1945 عادت عشيرة بني طرف وعشيرة بني كنانة لتبدأ ثورة جديدة ضد الإيرانيين، دامت 6 أشهر وانتهت بعد أن حرك الشاه أكبر جيش سيره باتجاه الأحواز. وفي عام 1946 ثار الشيخ مذخور الكعبي بعد قيام السلطات الإيرانية بإحراق عائلات أحوازية بنسائها وأطفالها، وتمكن الإيرانيون من قمعها. وفي هذا العام قرر شعب الأحواز التوسع في نضالهم، فبجانب المقاومة العسكرية قاموا بإنشاء أحزاب سياسية تحمل قضية الأحوازيين العام، فتكونت في الإقليم أولى الأحزاب السياسية، وعرف حينها باسم حزب السعادة، والذي أحرق رئيسه مع عائلته حيا من قبل الإيرانيين. لاحقا تكونت منظمات ثورية وسياسية عديدة، منها منظمة الجماهير الثورية وحركة التحرير الوطني والمجلس الوطني الأحوازي والجبهة العربية لتحرير الأحواز وجبهة تحرير عربستان، وأحزاب كحزب التضامن والحزب الديمقراطي الأحوازي. وجميع هذه الحركات قاومت بكافة الأساليب الممكنة والمتاحة، من النضال العسكري إلى المظاهرات
المظاهرات السلمية وحتى باستخدام المفاوضات. وفي عام 1979 حين ثار شعب إيران على حكومة الشاه، كان الأحوازيون في طليعة الثوار، حيث ظنوا أن سقوط الشاه قد يساهم بتحقيق حلمهم. لكن مجيء الخميني للسلطة وفرض نظام ديني بدد أحلامهم بالاستقلال، على الرغم من ادعائه أن ثورته إسلامية، ما جعل الأحوازيين الذين بغالبيتهم من المذهب الشيعي يستبشرون خيرا. لكن الخميني أظهر لهم وجهه الفارسي وضعف معاناتهم حتى دخول العراق بحرب مع إيران. اعتقد الأحوازيون بعدها أن بلادهم ستحرر، لكن انتهاء الحرب بدون الغلبة لصالح أي طرف جعلهم يعاودون الاعتماد على أنفسهم ويكمل طريق نضالهم لاسترداد أرضهم وبلادهم. مقاومة المقاومة. لم تكن ردة الفعل الوحيدة من إيران على مطالبات الأحوازيين وثوراتهم هي القمع وإخماد الثورات، بل شملت إجراءات عنصرية بحقهم، فقد منع الأحوازيون من المشاركة السياسية في إيران إلا من يثبت ولاءه منهم لنظام طهران. كما بالإضافة لسياسة التفريس، سعت إيران لإحداث تغيير ديموغرافي في الإقليم عبر تهجير سكانه الأصليين لمناطق ذات أغلبية فارسية وجلب فرس وإسكانهم في مناطق العرب. كما قامت الأنظمة الإيرانية المتعاقبة بحرمان العرب في الأحواز من الخدمات والتنمية، حتى بات الإقليم أفقر مناطق إيران. ليس هذا فقط، بل قامت إيران أيضا بحرمان أبناء الإقليم حتى من خيرات أرضهم التي تعد الأخصب والأغنى في إيران، ووصلت حد تسميم مياه الأنهار التي يشرب منها عرب الأحواز. كما أن الإقليم شاهد على أعلى نسبة إعدامات تنفذها السلطات الإيرانية، التي تعد ثاني بلاد في العالم من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام خلف الصين. كل هذه الإجراءات التعسفية والاستعمارية دفعت بحسب تقرير للقناة الألمانية دي دبليو عددا من سكان الإقليم من الشيعة بتغيير مذهبهم للمذهب السني، نكاية في إيران التي يحكمها نظام طائفي جعفري. لماذا الأحواز؟ تبلغ مساحة دولة عربستان المحتلة قرابة 375,000 كيلومتر مربع، وهو ما يعادل مساحة كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن مجتمعة، ويسكنها قرابة 8 مليون عربي. وتعد عربستان هي خزان إيران النفطي، حيث يشكل النفط الأحوازي قرابة 87% من النفط الإيراني، كما يشكل الغاز الأحوازي كامل الغاز في إيران. وتصب في الإقليم 8 أنهار، وهو ما يجعل 65 من الأراضي الصالحة للزراعة في إيران هي في إقليم عربستان. كما أن أشهر مفاعلات إيران النووية، مفاعل بوشهر، موجود على أراضي الإقليم. كذلك نصف سواحل إيران على الخليج العربي هي تابعة لإقليم الأحواز، ما يعطيه أهمية تجارية واقتصادية كبيرة. كل هذا دفع السلطات الإيرانية في زمن الشاه وزمن المرشد التمسك بقوة بالأحواز، حتى أن جزءاً كبيراً من نشاطات الحرس الثوري تتركز في إقليم عربستان، وذلك تحسباً لأي انتفاضة أو حركة بوجه الإيرانيين، كالتي حدثت مؤخراً العام 2005، والتي ردت عليها إيران بالقتل فقط. فاستقلال الإقليم يعني ضربة قاسمة لإيران واقتصادها. وأكثر ما يؤلم أهل الأحواز ليس فقط القبضة الدامية لإيران على بلادهم، وإنما الصمت والتجاهل الدولي لقضيتهم، حيث ظلت قضية عربستان سنوات طويلة تعاني التجاهل من قبل الدول العربية والغربية، وتركوا وحدهم بمواجهة الإيرانيين وبطشهم. إلى أنه مؤخراً تدور أقاويل عن دعم مفترض من دول في الخليج لحركات النضال في الأحواز، بالإضافة لاتهامات إيرانية رسمية للسعودية بدعم عمليات ينفذها المقاومون في الإقليم، دون أي تعليق من السعودية تحديداً، وفي انتظار أن يلتفت بقية العالم لقضية الأحوازيين اليتيمة.